تستغربوش لو قلت لكم انه سعادتنا بيكم في هذا اليوم تكاد تقترب من سعادتكم بانفسكم. وعايز اقول لحضراتكم جميعا انه يجب ان تتوقف عقارب الساعة عند لحظات أداء اليمين. والكلام ده مش كلام نظري، لكن عن تجربة. برحب بالأستاذ محمد كركاب عضو مجلس النقابة. عايز أقول لكم ما بقاش مبالغ لو قلت إن أنتوا لازم تظبطوا ساعاتكم وتظبطوا توقيتاتكم من اللحظة اللي هتقولوا فيها قسم المحاماة. بمعنى انه بمنتهى البساطة لازم تختلف حياة كل واحد فيكم الشخصية والعملية بعد ما يستلم الكارنيه ويخرج من هذه القاعة. احنا مرينا بهذا اليوم ومرينا بهذه التجربة، يمكن ما كانتش بهذه العظمة، ما كانتش بهذا العدد، ما كانتش بهذا الجلال، لكن صدقوني وهنتقابل مرات كتير هذه اللحظة اللي هتؤدي فيها قسم المحاماة وتنضم فيها رسميا إلى نقابة المحامين لحظة عظيمة حقيقة. وأنا عايز أقول لحضراتكم إنه يجب أن تتشبعوا بالطموح. لازم كل واحد فيكم يفتح ذراعيه الاثنين للطموح وياخد قد ما يستطيع. يا حضرات، بكره بتاعكم، المستقبل ليكم انتوا، لكن الحقيقه الطموح بيبقى دايما على قد الشخص. كل ما كان طموحك اكبر كل ما هتحصل منه اللي هتقدر تاخده. المهنة دي عظيمة جدا، أعظم مننا كلنا، والمهنة دي صاحبة فضل علينا جميعا، اللي ادتنا مجد أدبي وادتنا مكسب مادي وعرفت الناس بينا هي المحاماة، اللي فتحت بيوتنا وعلمت أولادنا هي المحاماة، اللي بتخلينا كل يوم في تجربة عظيمة جدا في مهنة رائعة جدا هي مهنة المحاماة. فأنا أوصيكم بقانون المحاماة، وأرجو أن حضراتكم، أرجو من حضراتكم هذه النصيحة من أخ أكبر ليكم اللي ما قراش قانون المحاماة لغاية النهاردة، ما يعديش الليلة دي إلا ويكون كود المحاماة على مكتبه. لأنه الحقيقة كي تكون محاميا مميزا ومحترما ونابها ومشهورا لازم تقرأ قانون المحاماة الأول، لازم تعرف حقوقك وواجباتك. دي الحقيقة مسألة مش محتاجة مننا ان احنا نخوض فيها كتير، لكن انا بتمنى لكم كل التوفيق. وايضا قبل ما اختم اعدكم ان كل من سيجتهد فيكم في المحاماة، كل واحد فيكم هيدي المحاماة قراط، هتديله 24 قراط. اعملوا اللي عليكم، اجتهدوا، اتعلموا، ذاكروا،
وانا اعني كلمة ذاكره، يعني كل يوم لازم تذاكر، كل يوم لازم تفتح كتاب، كل يوم لازم تقرأ حكم محكمة صادر من اول ديباكتو حتى منطوق الحكم، كل يوم لازم اي عريض الدعوة تقع في ايدك ما تركنهاش، لازم تقراها، اي مذكرة لزميل ما تسيبهاش اقراها، اي مكتب محاماة هتشترك مع الزملاء فيه في الشغل ما تاخدش ملف القضية اللي انت رايح تشتغل فيها بكرة وتقرأ نوتة الانابة اللي كاتبها لك الاستاذ دونما تطلع على ملف القضية كاملا وتقرأ كل ما فيه سواء مذكرات الخصم او مذكرات المكتب اللي انت فيه. انتوا لازم تبقوا زي السفنجة اللي بتمتص كل ما يقترب منها من معلومة، وصدقوني عما قريب جدا جدا وسنلتقي هتلاقوا نتيجة ده ماديا ومعنويا. أتمنى لكم كل التوفيق وأدعو لكم بالسداد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.